تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن قطر اكتشفت أنها يائسة من دون محيطها، عدا أن التصعيد الإعلامي الذي تشهده الأزمة مؤسف ومتوقع، وأكد أن خطة قطر الدبلوماسية غير مؤثرة وأن الحوار هو الخيار الطبيعي لقطر فيما لا ينهي التدويل والمظلومية والشكاوى الدولية الأزمة. قتل 5 أشخاص من بينهم مدير الدفاع المدني في ريف دمشق جراء قصف عنيف شنته قوات النظام على بلدة مسرابة في ريف دمشق. يأتي ذلك تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي شنته قوات النظام استهدف حي جوبر وبلدة عين ترمة ومدينة زملكة في دمشق. قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن إيران تستمر بدعمها للإرهاب وتغذية الصراعات في الشرق الأوسط، واتهمت المندوبة الأمريكية أيضا الحرس الثوري بتطوير تكنولوجيا الصواريخ البالستية وتهريب الأسلحة والدعم المستمر للإرهاب، كما تعمل على تغذية الصراعات الإقليمية. قضى 5 أطفال على الأقل عندما غرقت مراكب محملة باللاجئين الروهينجا الفارين من العنف في بورما في ساعة مبكرة من اليوم، وقالت السلطات إن 3 أو 4 من المراكب غرقت في مصب نهر ناف الذي يفصل بنغلاديش عن ولاية راخين المضطربة في بورما وسط مخاوف من احتمال وقوع مزيد من الضحايا. تسببت التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي بانهيارات أرضية في منطقة الانفجار ومحيطها، كما تظهر الصور التي التقطت عبر الأقمار الصناعية ونشرت اليوم والتي لا تظهر حفرة ناتجة عن الانهيار. وأحدثت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية زلزالا بقوة 6 درجات و13 درجة، وتبعت الزلزال هزة بقوة 4 درجات و16 درجة، الأمر الذي أثار أسئلة حول احتمال حصول انهيار في موقع الانفجار وانتشار المواد المشعة في الأجواء. اجتاح الإعصار إيرما جزر الكاريبي الشمالية اليوم بمزيج من الرياح العاتية والأمطار، وربما يكون في طريقه للوصول إلى اليابسة في فلوريدا مطلع الأسبوع المقبل. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن مركز الإعصار إيرما مر فوق جزيرة باربودا إلى الشرق من بورتريكو في وقت مبكر يوم الأربعاء، وربما يصل إلى فلوريدا يوم السبت. والإعصار إيرما واحد من أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ قرابة القرن. نهاية الموجز، في أمان الله.